قال أمين اللجنة الأمنية في بولندا زبيجينيو هوفمان إن اللجنة قررت في اجتماع نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود قوات فاغنر في بيلاروسيا. ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن هوفمان أن اللجنة حللت تهديدات فاغنر المحتملة، وعليه قرر وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية نقل تشكيلات عسكرية من غرب بولندا إلى شرقها، لافتا إلى أن التدريبات المشتركة لجيش بيلاروسيا وفاغنر تعد استفزازا وفق تعبيره. وكان رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ظهر في مقطع فيديو وهو يأمر مقاتليه بالاستعداد للمشاركة في عمليات في إفريقيا أثناء تدريبهم جيش بيلاروسيا.